صاروا جيش كانوا فتوى ولدنا ضباط الحشد الدورة الأولى. وزارة الدفاع في العراق تفسح المجال لميليشيا الحشد الموالية لإيران لدخول كليتها العسكرية وتخريج ضباط ولائيين خلال 6 أشهر فقط لتحقيق مصالح النظام الإيراني التوسعية في المنطقة وحماية أمنه الإقليمي على حساب أمن العراقيين والمنطقة. ميليشيا الحشد الأكثر طائفية والأعمق أذن بالوطن والمواطن بزعاماتها الموالية لإيران والمتهمة بقتل وتغييب وتشريد آلاف العراقيين تواصل خطواتها لتكون جيشا رديفا للجيش الحكومي في نسخة مشابهة للحرس الثوري في إيران بعد قبول 500 عنصر من الميليشيا في كليات وزارة الدفاع في العراق على غرار الضباط الدمج الذين أسسوا النواة الأولى للجيش الحالي بعد الاحتلال عام 2003. انت دنيك؟ لا لا دنيك. يلا يلا امشي. ميليشيات ذات تاريخ مظلم تضاف إلى سجل جرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد العراقيين وتعيد للأذهان مشاهد نهب المدن المنكوبة وتدمير قرى بالكامل ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم وقراهم فضلا عن مكاتب الميليشيات الاقتصادية وسيطراتها والإتاوات المفروضة على سكان المدن المنكوبة التي فاقمت من سوء الأوضاع والأزمات على العراقيين. ميليشيا الحشد المنضوية تحت قيادة الإطار التنسيقي الموالي لإيران باتت تشكل خطراً على المؤسسة العسكرية الرسمية التي كانت على مر الزمن الرقم الصعب وصمام الأمان للشعب بعد أن اتخذت من المهنية منهاجاً لعملها في تخريج القيادات العسكرية وسط توقعات بسيطرة إيرانية مطلقة على الملف الأمني في ظل حكومة الاحتلال التاسعة.